في استمرار لمسلسل الرعب الذي يسود العالم، أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 300، بعدما أودى هذا الوباء بحياة عشرات الأشخاص في مقاطعة هوبي وسط الصين. الحصيلة الجديدة للمصابين بالفيروس والتي نشرتها لجنة الصحة أظهرت أن وتيرة تفشي الوباء تسارعت، فخلال 24 ساعة سجلت 2590 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم الصين إلى أكثر من 14,000 شخص. البنك المركزي الصيني أعلن عن تخصيص 173 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا في محاولة للحد من تفاقم الوباء. فرض دول العالم قيوداً على سفر مواطنيها إلى الصين مخافة انتشار كورونا سبب عزلة دولية لها. فبريطانيا تواصل إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية، فيما رحلت كل من الأردن وألمانيا وكازاخستان مواطنيها بطائرات خاصة. دول أخرى منعت دخول صينيين إلى أراضيها، فكوريا الجنوبية حظرت دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بعد الإعلان عن 3 إصابات جديدة، مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة. أما شركات طيران دول عديدة فقد أعلنت تعليق رحلاتها، فالخطوط الجوية السعودية قالت إنها ستعلق الرحلات من الرياض وجدة إلى الصين، وأعلنت سلطنة عمان وقف رحلاتها أيضاً لمواجهة مسلسل كورونا المرعب.